بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلبتم مني وصفات بأشربت للشعر، كذلك أشربت له فوائد رائعة للبشرة وليس فقط للشعر، كذلك يسمى بالشومر أو أوراق البسباس. الشبت يحتوي على عناصر معدنية عديدة تعتبر مغذية للشعر وتعمل على تقوية الشعر بسرعة، كما أنه فعال لناحية تلطيف فروة الرأس، يخلص من مشاكل قشرة الشعر والتقصف. إذا كنت تعانين بكثرة أو تعاني كذلك، هذه الوصفات مخصصة للرجال، إذا كنت تعاني أو تعاني من قشرة الشعر وكذلك تقصف الشعر يمكن استعمال الشبت. وبكل أمان، وصفة مكون متوفر في كل بيت. طبعا الصلع كذلك كذلك الشبت يعتبر علاج فعال للصلع الذي يصيب الكثير، ذلك نتيجة توقف عمل الخلايا التي تنبت الشعر، وبالتالي هنا الشبت يعمل على تجديد وتنشيط الخلايا، وذلك باستعماله المنتظم. هنا بهذا الفيديو لدينا بخاخ الشبت وكذلك زيت الشبت، إذا استخدمنا الزيت مع البخاخ تأكدي أن النتيجة فعالة في تنشيط الخلايا وإعادة نمو الشعر بغزارة. يمكن طبعا استعمال البخاخ أو يمكن استعمال الزيت، ولكن إذا استعملنا الزيت مع البخاخ نتأكد أن النتائج تكون فعالة. وكذلك هنا الشبت يحمي الشعر من مختلف الأمراض وحتى القمل، هذه الوصفات نستخدمها حتى للأطفال الصغار وحتى للرضع، هي آمنة وليست لها أي أعراض جانبية. كذلك هنا زيت الشبت يعالج تساقط الشعر الدائم، إذا كنت أو كنت تعاني من تساقط دائم للشعر فهذه الوصفات مخصصة لك. وكما سبق وذكرت أنه يعالج الصلع لأنه يساعد على إنبات الشعر، يقوي الشعر وفروة الرأس، يقضي على القشرة، يمنع تقصف الشعر وتكسر الشعر، يقضي على الجفاف ويعطي الرطوبة للشعر، كذلك ممتاز لعلاج الشيب ولكن مع إضافات أخرى. تابعي معي الفيديو لمعرفة هذه الوصفات. أولاً نقوم بعمل بخاخ الشبت وبعدها نقوم بعمل الزيت. بالنسبة للشبت يمكن استعمال الشبت طازج أو مجفف حسب المتوفر في البيت، قلت عندنا هو أوراق طبعاً يسمى بالشومر في بعض الدول أو أوراق البسباس. نأخذ كمية من الشبت حسب طول وكثافة الشعر، طبعا دائما وصفات الشعر حسب الطول والكثافة، ثم نضيف مباشرة الماء المغلي على الشبت ونترك الشبت هنا لينقع لليلة كاملة، أو يمكن إذا كنت مستعجلة وضعه على النار ليغلي والنار تكون هادئة مع إغلاق الإناء حتى لا تتطاير الزيوت المفيدة في الشمر. وبعدها نقوم بتصفية الشمر أو الشبت، وبعدها يوضع في قارورة بخاخ ونستخدمه على الشعر. هنا مرحلتين وحسب الظروف، يمكن استعمال هذا البخاخ على الشعر، بخاخ الشبت على الشعر قبل غسله، يمكن وضعه على كامل خصلات الشعر، دائما الفروة، نركز على الفروة ومناطق فراغات الرأس، وبعدها نتركه لمدة ساعتين إلى 3 ساعات ثم نقوم بغسل الشعر، أو يمكن وضعه في بخاخ ونبخ الشعر بهذا الماء بعد غسل الشعر، بمعنى كآخر شطفة، أو نستعمل البخاخ ونقوم ببخ كامل خصلات الشعر حسب الظروف وحسب الرغبة.
يمكن استعمال هذا البخاخ بشكل يومي إذا كنت مستعجلة على ظهور النتيجة. قلت الوصفة آمنة وليست لها أي أعراض جانبية. بالنسبة إذا كان الشعر به الشيب، نضيف إلى هذا المكون ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر أو الأسود حسب لون الشعر، أو يمكن إضافة ملعقة من الأملج أو من قشور البطاطا حسب لون الشعر، أو يمكن استعمال كذلك جذور عصر راعي إذا كان الشعر من اللون الأسود، جذور عصر راعي. وسبق ووضعت فيديو عن هذه الجذور، يمكن الرجوع إلى هذا الفيديو لمعرفة جذور الراعي. إذا كان الشعر لون أشقر، نضيف هنا ملعقتان كبيرتان من زهرة الكاموميل أو البابونج. هذه هي الإضافات التي نضيفها في حال ما إذا كان الشعر به شيب، ونستخدم قلت هذا البخاخ قبل أو بعد غسل الشعر حسب الرغبة. يمكن عمل كمية كبيرة ووضعها في المجمد صالحة لشهر كامل. بالنسبة لي الثلاجة فقط يوضع لمدة أسبوع واحد فقط. ننتقل الآن لعمل الزيت. بالنسبة للزيت نأخذ كمية من الشبت، نضعها في أي علبة، يفضل أن تكون غامقة اللون، أو نقوم بتغليفها بألمنيوم أو أي نايلون داكن اللون. وبعدها نضع زيت الزيتون ونغمر كامل الشبت بالزيت. يمكن استعمال زيت الذرة أو زيت جوز الهند أو زيت الصبار أو زيت الأرغان حسب ما يناسب شعرك ومسامية شعرك. طبعا هنا زيت الشبت يمكن استعماله كذلك لبشرة الوجه وكذلك لأغراض صحية أخرى. نغلق البرطمان، ويوضع البرطمان في مكان يكون مظلم. يمكن استعماله على حمام ساخن أي حمام الزيت لمدة ساعتين، وبعدها نتركه لليلة كاملة ثم نصفي الزيت ويمكن استعماله، أو يمكن حفظه في مكان مظلم وجاف ونرج البرطمان بشكل يومي مدة أسبوع كامل، وبعدها يمكن استعماله حسب المفضل لديك بالطريقة الباردة أو الساخنة. وبعدها نستعمله كحمام زيت للشعر قبل الاستحمام. يمكن عمله حمام زيت قبل الاستحمام، أو يمكن المبيت به حتى الصباح ثم نقوم بغسل الشعر. يمكن استعمال هذا الزيت من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع. بالنسبة لمن تعاني قلت من الشيب، يمكن إضافة الأعشاب التي سبق وذكرتها للبخاخ، يمكن إضافتها مع الزيت. آمن هذه الوصفات للحوامل، للمرضعات، للرجال وكذلك للأطفال حتى الرضع. يمكن استعمال وصفة الشبت، زيت الشبت لهم وبكل أمان من ثلاث أشهر فما فوق، هي آمنة وليست لها أي أعراض جانبية. صلاحية الزيت تدوم لمدة 6 أشهر. يمكن إضافة كبسولة الفيتامين ها أو الفيتامين إي لهذا الزيت، والحفظ يكون لمدة سنة كاملة. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.